السلام عليكم خوتي، اخوكم حامد توجور. دائما في اطار التغريد تاع المقنين، وسمحوا لي على هذه الغيبه، باسكو ماشي باسكو حبست ولا باسكو نسيت ولا باسكو الانسان عنده ظروف، دي فوا المشاكل، دي فوا يكونوا امور هكا عالقه، يكونوا كيما انا من عادتي اني ما نهربش من المشاكل تاعي وما نهربش من الامور هكا العالقه، نحلها والحمد لله. الحمد لله ربي ما فيه غير الخير. بدون إطالة، اليوم إن شاء الله راح نشوفو ثلاثة نقط. هادوما شابين بزاف ما شاء الله. النقطة الأولى هي نقطة البرويش، يعيطولها نقطة، يقولوا لها برويش، هكذا برويش كيما راني ننطقها برويش. النقطة هادية نقطة شابة بزاف، النقطة هادية ما تتخدمش بها باصادا، هذا البرويش هو في حد ذاته نقطة، ونقطة شابة بزاف. يديها من عند دائما من عند اللي دا من عنده البرت، طائر دانوك. شفنا بلي دانوك دا من عنده البرت، واليوم ان شاء الله زدت مد راح نمد ان شاء الله كيما نقولوا الدليل، لا بروف، انه المقنين يدي البرويش والبرت، يدي البرويش هدايا من عند طائر دانوك، لانه طائر دانوك في الخلا يخدم البرويش، ما هو يخدم البرت ويخدم البرويش هدايا. نعطيكم مثال كيفاش يخدمها طائر الدانوك، راح تسمعوا التغريد تاعو، ومع الاخر يخدم برويش هديه. اسمعوها خاوتي، نعاودوها ابارتير من لافا، من الاخر تسمع برويش نورمال، تسمعها هذا الدانوك اللي يخدمها هكذا، يخدمها برويش. هذا التغريد تاع طائر الدانوك، ها هو راهو خدم واحد الخدمة تاعو خاصة بالتغريد تاعو، وفي الأخير خدم برويش. نعاودوها خطرة، نروحو نسمعو المقنين كيفاش يخدم الهارموني تاعو البرويش، تختلف شوية على الدانوك، لأنه الهارموني تاع المقنين خير منه، تداها عليه ويخدمها خير منه، يخدم برويش برويش. نوطة شابة بزاف، انا كي تكون في المقنين نابريسيها وتعجبني بزاف. نروح للنوطة الثانية، النوطة الثانية هي عبارة هاد لاغام، هادي تاع لي نوت هادوما، كاين ربعة باصادات يتخدموا بهم. النوطات هادوما واعرين باش تفرقهم، تسمى باش تفرقهم شوية، واعرين شويه يعني، نقول اللي يحط ودنه معايا مليح راح يفرقهم. كاين ربعة باصادات يتشابهوا فيما بيناتهم، ولكن الهارموني وطريقه تاع لانوت تختلف. الباصادات هادوما هما طاطا جيو، طف طف جيو، طوطو جيو، والطوطو جيو. كاين ربعة نوطات يختلفوا، اللي هي الطاطا والطف طف والطوطو والطوطو. هاد ثلاثه، هاد الربعه يتشابهوا فيما بيناتهم طريقه تاع الاداء تاع المقنين تاعهم، ولكن يختلفوا. اليوم ان شاء الله نشوفوا زوج، نشوفوا الطوطاو اللي هي الطوطاو جيو يخدم بها باصادا، الطاطا اللي هو الطاطا جيو اللي يخدم به ثاني باصادا. نشوفوا مثال على ذلك. اولا نشوفوا الطاطا جيو، الطاطا جيو هذه باصادا شابه بزاف. الطاطا هذا لا نوت دو تا، هذا الطاطا هذايا جابها مع الطائر الخضري، لو فيردورون دوروب، اللي هو طائر الخضري. ها هو الراو، نسمعوا مثال على مانوت وحدها طاطا، نعاودوها. نسمعوا مثال على باسادا طاطا جيو، سمعها كيما يخدمها طاطا طاطا جيو، نعاودوها مرة. نروحو نشوفو الباسادا ولا النوطة اللي هي الطوطاو، نوطة الطوطاو. الطوطاو هدايا جايبو عن طائر الفلاق ولا الهزار، اللي هو لو باك كروازي دي سابان، ها هو راهو اللي ما يعرفوش لو باك كروازي، هذا هو اللي يمدلو الطوطاو. نسمعو مثال على نوطة الطوطاو، شوفوا راح تشوفوا الفرق بينها وبين الطوطو، اللي ماشي كيف كيف، ماشي كاع كيف كيف. هذه
يخدمها طو 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 طو، تسمعها هكذا. نسمعوا مثال على باسادا طاطا تجيو. تسمعها طو 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 جيو. نتمنى الموضوع تاع اليوم يكون نال الاعجاب ان شاء الله. في انتظار ان شاء الله الخطره الجايه نزيد ندير لكم طاف طاف جيو اللي هي باسادا تاني، وندير لكم تاني طوطو جيو اللي هي باسادا تاني، ونقول لكم من عند من ان شاء الله يجيبها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.